معنا عبر الهاتف من بيروت الدكتور فادي نصر، الأخصائي بأمراض الدم والأورام والمحاضر في الجامعة اليسوعية. مرحبا بك معنا دكتور فادي. إذن هذه الدراسة تضاف إلى دراسات سابقة تحذر من أن العلاج الكيماوي للتحدي لوقف انتشار مرض السرطان لم يعد ناجعا، وأن جميع التجارب والدراسات الحديثة تشجع بالذهاب إلى الطبيعة، الذهاب إلى الغذاء السليم والابتعاد عن كل ما هو كيماوي في العلاج. ما رأيك بهذا التوجه الجديد، وهل ينفع لجميع الحالات في رأيك؟ أنا برأيي التوجه الجديد بالعلاجات مثل ما عم تقول بنوع الأكل، وهذا كثير مهم، بس للأسف ما بيكفي، وهذا شيء بنعرفه كثير منيح. لازم نعرف كثير منيح للجمهور انه تناخذ قرار نحن نعطي العلاج الكيميائي ما بياخذ قرار على هيك على السهوله. شو يعني عم بقول؟ يعني نعمل دراسه، وهالدراسه هينه، هالدراسه بنقسم الناس اثنين، ناخذ النساء عندهم سرطان بالثدي، هالنساء اللي عندهم سرطان بالثدي نعطيهم علاج، وناس ما بنعطيهم علاج، ومنقارن اللي اعطينا العلاج وما اعطيناهم علاج اذا في استفاده، وحسب الدراسات منشوف اذا استفادوا على العلاج الكيميائي بنعطي العلاج الكيميائي. على اساس هيك ما فينا نقول مثل ما عم بتقولوا هون انه لا مش مضبوطه على دراسات، لا في دراسات كثير صارت مش شوي تقدر نعطينا. لا هلا دكتور، التقرير اللي سمعته قبل شوي هو عم يتحدث عن دراسه طبيه حديثه تقول بان للعلاج الكيماوي لمكافحه السرطان له نتائج عكسيه في بعض الحالات، يعني يزيد من الاورام الخبيثه. كثير منيح، لأن مثل ما حضرتك مثل ما بنعرف كلنا سوا انه العلاج الكيميائي هو سموم. شو العلاج الكيميائي؟ العلاج الكيميائي بيوقف تكاثر الخلايا. عشان هيك بس نعطي العلاج الكيميائي بنعرف انه الشعر بهر، نعرف انه في تاثير على الخلايا بالدم، نعرف انه في كل الخلايا اللي بتكاثر وبسرعه في تاثير عليهم. لكن هذا شيء كثير منيح نعرفه، بس مثل ما بتعرف كمان السرطان يقتلنا لكن بيسبقنا وبيقتلنا. عشان هيك صحيح في مشاكل للعلاج الكيميائي. الغذاء، طيب لو نتحدث عن نقطة الغذاء، يعني سمعت بعض الأطباء الخبراء يقولون على سبيل المثال أن أول عدو للسرطان هو مثلا السكر على سبيل المثال، أوقف السكر نهائيا من حياتك لأنه من أهم المواد الغذائية للخلية السرطانية، وقس إلى ذلك الكثير من الأمور. ما رأيك بموضوع الغذاء واتباعه ونجاحته في التحدي مرض السرطان؟ صحيح الغذاء كثير مهم، بس للأسف الخلية السرطانية أذكى منا كلنا. لو ما أخذت أبدا سكر، في عندها هي سيستم بيحول شو ما اكلت لسكر. على اساس هيك جربوا بالزمان مثل الفكره تبعك انه اذا ما اكلنا سكر نحن بنأثر على السرطان، ليه؟ انه ما لها معنى. لو ما اكلت سكر، شو ما اكلت غذاء بروتين، شو ما اكلت، هل الخليه السرطانيه بتحول شو ما اكلت لسكر ومش عايزه ابدا اكلنا ايه او لا؟ وهون المشكله. على اساس هيك هل المبدا هو صحيح بالمطلق بس مش صحيح على الارض، لانه الخليه السرطانيه بتحول حيلا غذاء للغذاء اللي هي بحاجه له وما بياثر عليها. شكرا جزيلا لك دكتور فادي نصر، الاخصائي بامراض الدم والاورام والمحاضر في الجامعه اليسوعيه، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.